صغير اذا كبر يصير مؤدب. شفني ذي الحين مؤدب انا، فهمت؟ يعني مثلا انت وانت صغير، انا كنت شر منزل على الارض وانا صغير، تدري لدرجه اني ايش؟ كان عندنا شبك دجاج، حلو، اجي اخذ الصيصان، صوص صغير ذا، اتفنن فيه كل يوم، اخذ صوص صوصين، اللي اغرقه، اللي احرمه الاكل، زي كذا اتفنن فيه، بشوف طاقه التحمل. يوم كبرت يا رجل هديت 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 بشكل مو طبيعي. شفني انا الحين ماني مؤدب وهادي؟ لا ابدا، انت مؤدب وهادي. والله وصلنا لزمن عجيب. مؤدب وهادي، شوف مؤدب ممكن يعني، بس هادي تجرحني ترى. يا حبيبي انت على ركضك في الهنجر نازل 7 كيلو تقول لي مؤدب وهادي؟ استهبل سلطان، ترى جرحتني جرح، جرحتني جرح جديد تلوى. تبي نهرب جوال؟ نهرب جوال؟ ها؟ تبيض انت؟ اسمع، تبيض تحكي قدام العرب؟ اسمع، بنهرب جوال. اسكت زين، خبر انت؟ تحط راسك مكيف انك صغير. ليه؟ حط في الجوال، تحكي بالجوال، حط قدام العرب. يا اخوي في ناس انت اللي من ذول يسترون علينا، نبي نهرب جوال. يسترون علينا؟ انا كنت على الهواء يا ولد، انت مريض. بس ها خلنا نقول لك الخطة كالتالي. خطة؟ نعم، بعلمك الخطة وانت قل لي تم ولا مو تم. حلو، انت مثل انك، ولا اقول لك شيء؟ بطلع انا وياك، بقول لاي احد اني انا بروح اتقطع ملابس او ما ملابس زي كذا. البرتس كم تبعد عن هنا ديرتكم؟ ما بعد يعني كم؟ حوالي 300. يعني كم ساعة؟ شوف بتمسح طبلونها مع الطريق الجديد، قول ساعة و40 دقيقة إذا الطبلون إذا توقع حوالي 3 ساعات. طيب شوف الخطة كالتالي، حلو، قبل لا نطلع بساعة أو ساعتين تدق على احد من اخوياك، يوجه وين؟ يوجه هنا. شفت المفرق اللي هناك؟ المفرق روح رجلي، مو رجلي، عندي كل شيء ما عليك. شفت المفرق اللي هناك؟ نوصل له، تمام، يقابلنا هناك، ناخذ منها الجوال. حلو حلو، جوالك اللي معك سويته؟ ها جوالك اللي معك سويته. انت لازم انك يكون عندك، لازم في كبش فداء. كبش فداء وش جوال اللي عند الاداره، بس ما جوال ثاني. طيب الجوال الثاني اللي يعني بغرفه، وش الجوال الثاني بغرفه؟ جوال كلمك. ايش ترى نسانا على الهواء؟ جوالي الثاني اللي بالغرفه. ليت معي جوال ثاني، اتمنى، ليت اتمنى 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 ان معي جوال ثاني. اتمنى اخطك التالي، نطلع ناخذ الجوال، نرجع نشتري ملابس كذا تمويه انه احنا طلعنا شرنا ملابس، ونحط الجوال. لا تخربت الخطه اللي انا بعد ماشي عليها. صد خطه صد، بروح اشتري ملابس واقول روح اخذ جوال. لا لا ما عليك، بعدها وش نسوي؟ ندخل نزبن الجوال داخل. حلو، نزبن باي مكان، الاماكن واجد، نزبن باي مكان. يوم لك يوم لي، يوم لك يوم لي، بس لازم ندرس حاجه معينه. وش الحاجة المعينة؟ ندرس متى يداومون، ونعرف متى يطلعون، متى يداومون، ومتى يطلعون، ومتى يفتحون البوابة، ومتى يدخلون، ومتى ومتى ومتى. يعني قل لي بينا 5 أيام على ما ندرس الوضع ذا، نعرف متى، نعرف منه الشديد، نعرف منه اللي لا نخيناه يقول أبشروا بس سعد، نعرف منه اللي لا نخيناه. طيب وش رأيك عشان تزبط التذكير اجيب العزبه اصلح لنا قهوه وشاي؟ تجيب العزبه حبيبي، انا لو قمت رحت اخذت لي فلتر سويت لي قهوه في 60 لو قمت.
امس على طاري امس تخيل وين رحت والله الساعه ما ادري كم الساعه تقل 2 ونص تدري وين رحت امس اقسم بالله طلعت من القريه والله العظيم اني طلعت من القريه امس دخلت عند اقدامي زين انا انسان اعاني من تقوس بالظهر يعني ظهري مو سيده لا يجيك كذا ليش بسبه الجوال انك تطقطق زي كذا فهمت بسبه انك تنزل راسك يعني وضعياتك بالنوم غلط جلساتك تكون غلط كل شيء غلط هذه سبب تقوس بالظهر ممكن يسبب لك ابهر ومشاكل بالظهر جيت عند اقدامي الله يكرمك ويقعد يحرك رجلي